صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ كل شيء بخير ولا خير؟ نهار جديد ان شاء الله، روتين جديد باذن الله. روتيني مع مع المرض ومع المهم، غادي نوريكم كيفاش كندوز يومياتي. انا ما كنديرش الجهد بزاف، يعني كنوض تندير داكشي اللي حديت عليه وكنمشي نجلس. غادي تشوفوا الدار مرونه حالتها، دابا راه تقريبا 3 ايام ما كندير والو من غير كنغسل المعنات، كنطيب الغداء اولا العشاء اولا الكوتي، صافي. يعني ما كان نطرف الدار ما والو، غتشوفوها كلها مرونه كلها مطبعه. المهم انا بغيت نشارك معكم يومياتي كيف ما هي بدون زياده او نقصان. المهم البنات، كيف تشوفوا معايا هنا الفطور ديالهم مازال محطوط. دست نوجد الغداء، المعنات ديال البارح راني غسلتهم البارح، اولية غير ديال الفطور ان شاء الله. غير نرتاح دابا شويه، رد الغداء كنمشي نرتاح ونرجع ديك الساعه نغسل المعنات. تنفس عندي شويه، ما تنقدرش نهضر مده طويله. كيف كتشوفوا معايا البنات في الفيديوهات اللي قبل، ما كنهضرش في الفيديو مباشره، يعني حتى كنسجلو كنكون ندير مونتاج عاد باش كنهضر. ما تنبغيش نهضر وانا كنطيب باش ما يمشيش ليا. المهم راكم عارفين، حيت كنطيب ليهم تنكون مع احماء يدي، كنكون يعني غاسلها مزيان وكنحاول انني ندير لهم داكشي نقي. صافي، هي هذيك داكشي علاش تنطيب وانا ساكته، ما كنهضرش نهائيا، كنهضر الا كنت بعيده على الماكله. دابا البنات كيف غادي تشوفوا معايا، حنا وجد داكشي اللي غادي ندير. مهم الروينه ضروري منها، ما تديوش عليا هاد الايامات ان شاء الله غير نبره وغادي نشوف نطرف الدار ونخمل. صافي، هادشي اللي كاين البنات. اول حاجه درتها جبت الدجاج، ما كنتش عواله كنطيب الغدا حيت ما عديتش نوض، ولكن فاش حسيت براسي شويه نط ديريكت جبت الدجاج من الفريكو، راه مازال جامد، رقدته في الماء باش يترخف ليا دغيا. هنا هاد التوابل هادو البنات طبيعيه، توابل طبيعيه، غير فيها غير الزعتر البري، فيها الثوم، مهم داكشي طبيعي ما فيهش نهائيا مواد حافظه. غادي ندير هاد التوابل هادو حيت كيعطي واحد المذاق بنين للدجاج ودغيا دغيا كيطيبو. غادي ندير كذلك، غادي نرافق مع هاد الرز. بالنسبه للرز هنا خديت بصله قطعتها طريفات صغار، وهنا خديت الثومه. انا غادي نوريكم الطريقه، ولكن ما بقاش نهضر دابا حتى المونتاج ان شاء الله ونهضر. يلا نخليكم دابا فرجه ممتعه، ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. يوميا مع ثلاثه العشيه كنحط لكم فيديو جديد، كنتمنى انكم تكونوا في الموعد وفرجه ممتعه. انا رجعت معكم البنات غير باش نعطيكم المكونات. هنا خديت الطنجره درت فيها بصله مشلضه، درت زيت الزيتون، وغادي ندير شويه ديال الملحه، وهنا درت واحد 4 الفصوص ديال الثومه. كل ما كثرتوا الثومه كل ما مزيان كتجي بنينه، وفي نفس الوقت راها مزيانه ومفيده. المهم هكا كنحكوا الثومه ديالنا، وغادي نديرها تشحر مزيان. هنا زدت شويه الازور معدنوس كنكثروا واحد شويه، وغادي نزيد كذلك 2 معالق كبار ديال مركز الطماطم. المهم دائما كيبقى على حساب شحال درتو نتوما الكميه ديال الرز. صافي، شحرت كلشي مزيان، وغادي ندير دابا التوابل. درت شويه ديال السودانيه، شويه الخرقوم بلدي، شويه السكنجبير، شويه الكمون، شويه القزبر يابس مطحون، والملح بطبيعه الحال دائما كتبقى على حسب الضوء. وغادي نزيد شويه ديال البزار. صافي، غادي نزيد شويه الماء باش ما تحرقش لينا الاطريه، وغادي نحرك كلشي مزيان. هنا خديت 600 غرام ديال الرز الكلاصي الاصفر وغسلته مزيان، خليته مرطب واحد 10 ديال الدقائق في الماء وصفيته. وغادي نزيدو الخليط ديالنا للطنجره، وصافي غادي نبدا نشحر واحد شويه، خليه حتى كيشرب هذيك الاطريه. مثلا درتو زلافه ديال الرز، ديروا معاه 2 زلافات ديال الماء، المهم دائما كتضاعفوا الماء. صافي، وغادي نسد عليه ونخليه حتى كيطيب على راحته، حتى تنشف من الماء كنطفي عليه وكنخليه مغطي باش يزيد الطياب يطيب. صافي، دابا غادي ندوز للدجاج. الدجاج كيف قلت لكم راه ما جبتوش، ما كنتش اولا نديرو، يعني باقي جامد شي شويه. هنا درتو في هذا المول ديال الدجاج، وغادي نخوي عليه دوك التوابل اللي كتشوفوا ديال الزعتر ديال الثومه. المهم التوابل هادو زوينين البنات بزاف. صافي، غادي نخلط كلشي مزيان، غادي نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون
وغادي نغطي المول ديالي، غادي نغطيه بورق الزبده ورق الالومنيوم وندخلو الفران. كنشعل الفران من الفوق لتحت، درجه الحراره 200 درجه. صافي، غير كنحس بالدجاج طاب، كنحيد ليه هذاك ورق الزبده والالومنيوم وكنخليه يتحمر. بالنسبه لهاد الكيس ديال التوابل، كتكون مع واحد البلاستيكه ممكن انكم ديروا فيها التوابل وديروا الدجاج معاه بطاطا، وكتسدوها، راه عطيتكم باش تسدوها وكتدخلوها الفران. هذيك البلاستيكه تطيب في الفران. انا فضلت ندير هكا الطريقه، حتى هي سهله. كتدخلوا الدجاج دغيا دغيا البنات انا دابا وتسدوه، رديت ما الغدا كياخدش الوقت نهائيا. وصافي، طرفت جمعت الدنيا. البنات نصيحة مني، اللي بامكانها تاخد ماكينة ديال الموان خدوها، زوينة بزاف، نفعتني والله الا نفعتني في هاد المرضى بزاف بزاف. اي حاجة كنديرها فيها وكنتهنى، ما عدا هاد الميعنات الكبار، ها نتوما كيف كتشوفوا راه كندوزهم وصافي. الميعنات الصغار مع تيكونوا الصغار اكثر من هادوك الكبار، كنديرهم في ماكينة، كندور الماكينة. هي صراحة خدمتها بزاف، يعني كنخدمها من 3 حتى 4 المرات في النهار، حيت كنغسل فيها بزاف ديال الموان. ايوا صافي البنات، بغيت غير نجاوبكم على بعض الاسئله اللي طرحتوها عليا في الفيديو اللي قبل. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي علاش مازال عازله، بما انكم كلكم فيكم كورونا، يعني علاش عازله الوليداتك بوحدهم؟ صراحه انا البنات في الاول راه ما كانتش فيا انا، كانت غير في ادم وساجا، وادم درنا ليه التحليله تاكدنا انه راه فيه، وساجا كانوا فيها جميع الاعراض، ولكن ما بغاتش دير لينا التحليله حيت خافت وصافي. ودرنا ليهم كل واحد بيته، حنا كنعسو كنا في بيت واحد، انا والدراري وعزيز. صافي، من بعد صافي خليتهم هكاك باش نيت يرتاحوا، وكل واحد يبقى كندي ليه ماكلتو حتى لعندو صافي. المهم دابا ارتاحوا مزيان، دابا بامكانهم يخرجوا، حيت دابا اليوم عندهم يمكن من نهار ساجة، من نهار الخميس، وادم من نهار الجمعه، يعني تقريبا راه 5 ايام، اليوم راه الاربع. وصافي البنات، يعني راه دابا راه ولاو الحمد لله والشكر لله مزيان. ومع ذلك بقى متبع عليهم الدواء ديالهم، ادم كمل البارح انتيبيوتيك ديالو وصافي. بالنسبه لي انا يلاه البارح 3 عاد درت تحليله، كانوا فيا الاعراض، عرفت راسي انني فيا كورونا، ولكن ما كنت تبعت التريتمون من الاول. صافي غير حسيت بالاعراض، طلعت لي السخانه، تبوريشه، الدقديقه ديال العظام، صافي بديت ديك الساعه شري لي عزيز الدواء وديتو. اما بالنسبه لي كيقولوا لي علاش راجلك ما كيعاونكش، راه راجلي كاين في الخدمه، ما يمكنش انه يبقى مقابلني انا، يعني خدمتو هي الاولى وما كيجيش بكري للدار، داكشي علاش انا كندير كلشي، حيت كاينه غير انا ووليداتي. المهم انا كندير داكشي اللي قضيت عليه، ما كنفورسيش على راسي، يعني الوقيته اللي كنحس بها ساج ايداي لبسي صنداله، يعني الوقيته اللي كنحس بها انا حسيت براسي مزيان، كنوض ندير شي حاجه وكنمشي نجلس. بحال دابا صافي، دابا كملت صافي، دابا غادي نمشي نجلس حتى طيب الغدا، نوض عاوتاني كنعطيهم الغدا وكنحط الماعن، ما كنقربش ليهم، ما كنغسلهمش، حتى كنحس براسي عاوتاني ارتاحيت وكنوض ندير شي حاجه. هكا كندوز نهاري، يعني ما كنجفف، ما كنشطب. صراحه انا نقول لكم الصراحه، ما كندير حتى شي حاجه من غير انني كنغسل الماعن، كنطيب الغدا او للبوتي او للعشاء، هادشي اللي كندير. اما اغلبيه كنمشي كنجلس نرتاح. ايوا صافي البنات، هادشي اللي بغيت نقول لكم. وبالنسبه لعزيز علاش كيمشي الخدمه، حيت هو ما فيهش كورونا، في الخدمه كيديروا لهم تحليله يوميا، يعني يوميا كيعرف انه واش فيه اولا لا. المهم الحمد لله لحد الان مازال ما فيه، اليوم نيت الصباح دارها، يلا قال لي في التليفون، قال لي راه ما فياش. ايوا الحمد لله والشكر لله على كل حال. انا حتى انا الحمد لله شويه اليوم، غدا كنتحسن، يعني ما بقيتش كيف كنت في الاول. ايوا صافي البنات، دابا انا عرفتي شنو فاش كنفكر، كنفكر فاش غادي نوض كاع، منين غادي نبدا هاد الدار. ايوا ماشي مشكل، المهم اهم حاجه هي الصحه، ومن بعد اللي بغات تكون. صافي البنات، دابا غادي نمشي نرتاح ونطلعوا ان شاء الله في العشيه، اولا فاش يطيب الغدا نطلعوا ونوريكم الغديوه ديالنا، سهله وبسيطه، يعني ما فورسيتش على راسي. وان شاء الله الا قدرت غادي ندير واحد الخلطه، قالتها لي ماما، وقالوا لي بزاف ديال البنات قالوا لي ديريها، غير هي ما قالتش عليها. انا غادي نمشي نشوف دابا
الرسائل اللي وصلوني في الانستغرام، غادي نشوف شنو قالوا لي البنات. عرفتوا انا وليت كننسى دغيا دغيا بواحد السرعه كبيره. المهم قالوا لي الحامض وقرنفل وسميتو اخر شنو، قرنفل والعسل الحر. المهم انا غادي نشوف وغادي نديرها نشاركها معكم باش نديرها ان شاء الله. قالوا لي مزيانه للصدر وايوا صافي. ما كنكحبش بزاف، كنكحب مره في شحال، هو كنحس بحال بحال مجروح. ايوا صافي البنات، دابا يلا نخليكم حتى نطلعوا ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على الدعوات ديالكم، شكرا لكم اللي خطيكم. زعما والله الا الدعوات ديالكم هما اللي معاونينا، وشكرا لكم مره اخرى. صافا البنات، الدجاج من بعد ما طاب كيف قلت لكم حيدت ليه داك الورق من الفوق وخليته تحمر، حيت انا عندي الدجاج ما فيهش الجلده، هذاك الشيء علاش غادي يبان لكم داك التحميره ماشي بحال الا كانت الجلده. صافي الروز حتى هو طاب وطفيت عليه خليته هكاك. دابا صافي كل شيء واجد، عطيت للدراري يتغداو. وشوفوا الروز كيف كيجي البنات، فاش ديروا الضعف ديالو ما كيبقى معزول حبه حبه، ما تبقاوش تزيدوا. واخا يبان لكم مازال ما طاب 100% غير غطيو عليه وخليو داك البخار هو نفسه كيزيد يطيبو. صافي هنا حطيت الغدا ومشينا تغطينا. صافي البنات، من بعد ما تغدينا مشيت جلست ارتاحيت شويه، ومع ديك الربعه نط وجدت شويه ديال الديسير للدراري. حنا في هذه المرضى هذه اعتمدنا بزاف على الديسير، يعني كناكلوه بكميه كثيره، نفعنا بزاف. المهم كنقطعوا لهم بحال هكا، كنعطيهم فرشيطه وكيبداو ياكلوا مره مره، فيما كيجيهم الجوع كنعطيهم بحال هكا طريفات وصافي. المهم البنات، هنا نسد معكم الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد.